مصلي على النبي على احلام غريسات. بطلت العالم مرتين في الملاكمه 2007 2011 اختصاص لبوكس فرانسيز. كيف كيف صاحبت المركز الثاني في بطولة العالم في زوز مناسبات 2003 و2009، صاحبت المركز الثاني في بطولة العالم للكونغ فو 2009. راجلك مهدي يلعب زادة ويدرب في واحدة من الاختصاصات السبور دو كومبا من عرشاني كونغ فو، مغرومة ببرشا رياضات بعد يجي بحذانا. اي نحسبها اون فورس بوان فور، معناها مش الاكتيفيتي نتاعك اللي يقول سبور دو كومبا يقول بوكس يقول كل حد خنفير حد خشمه قدم هيك، مي سي با فري. L'activité à la roha, la vie m'taak à la roha. C'est pas forcément à nos parents, chez les Ousrars, ils font le boxe. Ils font le boxe. Ils font le boxe. Ils font le boxe. Ils font le support de la boxe. Je dis à toi, pas forcément à nos Ousrars, ils font le agressif. Au contraire, je dis à toi, ça calme. Mais voilà, ça a l'air, quand tu as tout, la boxe, c'est bien que les mères aient un. معناها عندها حاجه سيستم دو ديفونس، معناها فيزيك يخليها مرتاحه. عسلامه صافا عسلامه عسلامه، ما تقوليش تعمل في البوكس معاك. اي بوكسور هذيك توا عايشه لبرا، ما قادش حدا في تونس كوم الفو دماج. باكسي لبرا باكسي لبرا، وليت المشي مرتاح لاباس واش مقلق ولا حاجه. لا 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 راني فهمت حتى هو علاش يدور بيك، ماني دور صاحبتك حرقت لي باش تخلط اني دو جور نحب العباد اللي معايا نكون صحابي نيويهم، كسوا حتى في الغلاسيون مع تلمذ اللي نحييهم، تلمذ ليسي سبورتيف ليسي تكنيك لهنايا نتاعنا في سوسه. صحاب، ما مانيش نحب الغلاسيون اني فوق وما لوطه، معناها اوريزونتال فوالا. اما جو با بيردر لي بيدال، نحب الفولون في يدي. هل انت شخص مجنون ام انت شخص مجنون ام طبيعي؟ مجنونه بنسبه 99% فاقده الحنان، مجنونه بنسبه 100% حاشاك مريضه نفسيا، لطيفه وحنونه بنسبه 100% وطبيعيه جدا. ثالثه بالحق لطيفه وحنونه 100% طبيعيه جدا. انت تاكسي مستير مهدي جاب تاكسي مستير مش يخلط بالحق. قداش طلع له تاكسي؟ ما فماش رميز ولا حاجه، معناها باش تعمل له رميز 5% على خاطر 500 مليم يا خويا. الراجل يلعب في البوكس والمرأة تلعب في البوكس وصحابنا الكل يلعبوها، وجايب لي سنتور نتاع البوكس الكل يا رسول الله. سلم على تاكسيات المسير الكل 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 الكل. عطيني يا مهدي شنو حوالك؟ سافا الحمد لله عشتنا. لاباس عليك؟ سامحني سلمت عليك باليسار ميكرو في اليمين. عايش معاها بسلامة ذيا؟ والله الحمد لله. والله احنا قبل ما نعرسوا حتى الزاز قال له خذوا بلاستيك. بالحق هذا الزاز بلاستيك. نقول لك حاجه، انت ظاهر ماكش خايف منها حتى طرف الزاز كي قال لك جيب جيب والله تجري تجري على الاخر على الاخر معناها. والله لا سي مو كي بروبوزي. بالحق بروبوزي نسيت قلت انا نهبط نجيبه من الزاز. بالحق اي 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 اللهم صل على النبي على السنتور. وريني ترى شنو هي؟ وريني في الكاميرا كاميرا مش غدوا الناس يشوفوهم. هذه شنو هي؟ دونك هذه سان ديرنيير سانتور اللي خديتها المدة هذه شهر هذايا دون ان غالا انترناسيونال في فرنسا. وهذيك سانتور اللي قبلها عام ناول، هذه الكومبا دو روتور نتاعي اللي بديت رجعت بيها. هذه اللي لعبت ضدها؟ فوالا هذيك اللي لعبت ضدها. هذه انت نجمت تقف ساعة ضدها؟ هذيك بربي خذ لي زوم على تصويرك المنافسة. هذه عام ناول شو اسمها هي انايس لوك. أنايس لو، لا أنتم كان كريتو أنايس. هذه أنايس، اللهم صل على النبي على أنايس.
انت انت كي وقفت قدامي ما خفتش انا ياسا انا ياسا من بعد ما عادش نجم تقفالها صقيعه بالحق والله انا عرفت انا باش نعمل لك كيما مسكينه نعمل لك كيما عاد الامام انا عايزه اروح بالحق تعرف حاجه انسي بون التوانسه اون جينيرال التوانسه اون جينيرال تبارك الله عليهم سورتو في سبور دو كومبا بتاتر زاد خاطر محكور شويه مي في سبور دو كومبا التونسي بقلبه لا لا بحاول الله انا تشجعت باش نعمل سبور دو كومبا وزدت شفت سي مهدي كيفاش معناتها بالحق ياسر ناس ملاح معاك برغم اللي هو عامل معناها كفو معناها هو قلت انا معناها البوكس عنده فوائد على الحياه الزوجيه وعلى العلاقات الاسريه معناها الراجل تقول ويجي يجي يمشي يمشي معناها عنده نعم البوكس فهمت والله لا مش هكاك كيما كيما كذب بكري ما بيسكح نفس الغرا مع نفهم وين نعم كي نداو نفس الغرا مع نفهم شنو معناها كي مثل ما هزيت حكايه ما وصلت حكايه معناتها كيفاش تعديت معناتها الشامبيونات الفلانيه والله عصبنا على الاخر قلت لك باش وصلنا لعبنا يلعبوا لنا بعصابنا كيما قلت لك لا ميل ماكله لا حتى شيء وما تعرفش روحك باش تلعب باش توصل تلعب مع لي بريباراسيون اللي عملتهم كل واحد يعلم به ربي بلي مويان اللي عنده قداش ضحى صغار ومطيشين درا شنو باش يوصل يلعب في الاخر يجي يقول لك ما نعرفش بي خذيناها ولا وطن شوف وخلي غدوه حتى نشوف ومش عارف شنيا و فوالا دونك ديجا اي ولي وتو اني هزيت ميداي دو برونز ميداي دو برونز في شامبيون دو موند سي با مش حاجه انت كثر خيرك حتى كثر خيرك وكثر خير سامحني ويكثر خير الزاتليت اللي قاعدين يهزوا في البرونز وفي الفضه اذا كان سيركونستانس معناتها دو ترافاي هذوما هما سي سي معناتها يعني كنت نعرف روحي كيف دي سيتوياسيون ميور يعني كنت فاسيلمون نجيبها لا ما زاد قلت لك مالوغوزمون تضربت ووصلت حتى للبرونز من بعد ما لعبت 4 ولا 5 كومبا وربحتهم. تخوا دغني دو سويت فوالا برونز ومن بعد حتى ولا تكلمت في الميديا ولا فضحت لحد شيء يعني راهو قلت كي نروح حتى نكلم البريزيدون ما بيني وبينه باراميتي يصلحوا فماشي مشاكل حاجات يصلحوا سا رياكسيون سا رياكسيون جمدني من البارتيسيباسيون اكارتي جمله من ليكيب ناسيونال و اون بلوس اني جو سوي اربيتر ناسيونال من سا في 10 ans جو سوي اربيتر ونحكم اشاك فوا جمدني وما خلصنيش في فلوسي نتاع الناول بخلاف اللي في المشي هذه اللي خذينا ارجون بوش اللي خذيت اللي صرفته قبل لا حد شيء معناها انا جمد كاريمون ايلو ايما ايكارتي كوم ايلا ايكارتي بوكو دو بيرسون قالها كاريمون ونعاود نقول هيلو اللي انت قلت الريوس نتاع الكيك بوكسينغ والقدم نتاع الكيك بوكسينغ قال باش نقص لهم ريوسهم باش نحيهم ايبا فوالا ما عرفتش تمشي في الثنيه صحيحه اخذر انت شنو صار لك خمسه من البيرو فيدرال اللي شابو كانوا عندهم كونسيونس وخافوا على الديسيبلين هذه وقدموا استقالتهم بفوالا اللي ما يخممش في بلاده ما تخممش في العباد باهي ما تخممش في العباد تخمم في بلادك سي علي ديوري احنا وثقنا فيك واعطيناك اون شانس وقلنا ان جون باش يفهمنا سيتي ان جون اول مره ان جون يشد فيدراسيون قلنا باش يفهمنا ويفهم يفهم سبور وهكا ويعرف يتواصل وكل مالوغوزمون فو نافي با ايتي اونيت دوماج دوماج تستحق كل الدعم والتشجيع ان شاء الله موفقه ان شاء الله يا ربي تحقق احلامك تحب تعمل بوكس انجليز بروفيسيونيل احكي لي على احلامك وان شاء الله ربي يحقق لك الاحلام هذه احلام والله اني لوبجيكتيف نتاعي اولا وديما هو الاولاني اني نهز راي تونس خاطر والله يا ريما ما نحكي لكش قديش سنساسيون طياره على الاخر تحفونه على الاخر انك ترى 30 ضربوا وضربوا تونس هو اعلى منهم دوبوي لونتون مش توا كهو لوبجيكتيف نتاعي سيتي لي جو اولمبيك حبيت نمثل تونس في البوكس انجليز في لي جو اولمبيك وما اتيحتش ليا الفرصه على غالب صاروا حاجات اقوى مني ودوكو توا نحب نعمل بوكس انجليز بروفيسيونيل بويسكو زاد البروفيسيونيل دخل في لي جو اولمبيك وان شاء الله وما عندناش دي بوكسوز بروفيسيونيل توانسه عايشين في تونس دايوغ ثم تونسيه مي عايشه لبرا
قاعده تعمل بوكس انجليز بروفيسيونيل مي في تونس ما فماش دوكو اني نحب نثبت اللي في تونس تونسيه وفي تونس وابارتير من تونس تنجم تعمل دي ريزولتا ومعرسه وعندها صغار سايتي ان غون 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 بليزير اني جيت بحذا كريم والله صافي بليزير وعملنا جو اي ميرسي لوليد زاد سلام على ولادك دونك دي لي وفات غرو بيزو حماتي اللي شدتهم كلهم شي حتى الهريقه وهي الو حماتي اجا جد صغار ماشي نخدم الو حماتي اجا جد صغار ماشي نترينا يعطيها الصحه زيدا هي معاونتني برشا نسلم على بابا وماما بابا اللي هو كان السبب في البدايه نتاعي.